القيمة اللي كانت المدرسة العمومية، كرامة الأستاذ وكرامة التلميذ وكرامة الآباء والأمهات. إذا ضاعت اليوم كرامة الأستاذ فعلينا أن نقول يا رحمن نقيم صلاة جنازة على دولة بأسره، على دولة بأسره. فمتى طيلة هذه السنوات قولوا متى خرج هذا الأستاذ إلى الشارع؟ وهذا الأستاذ كان يعاني في صمت، لا الظروف المادية ولا ظروف العمل ولا ظروف التنقل ولا ظروف كل هذه المعاناة كان يعانيها الأستاذ في صمت، يعانيها في صمت. فخروج الأستاذ اليوم ليس خروجا من أجل الزيادات المادية أكثر مما هو خروج الحفاظ على الكرامة. كنا نعاني في صمت، لا ظروف العمل ولا ظروف لا ظروف العمل لم تكن مواتية لكي يقوم هذا الأسبوع. مع ذلك كانت هنالك مرضوضية وكانت هناك فرق كبير جدا بين المدرسة بين المرضوضية في المدارس العمومية، فرق كبير جدا. فأضم صوتي إلى صوت أساتذة، وأريد بين قوسين أن أقول أن شخصنا عمر رياض شخصها متجلى في فساد دولي، ليس فساد التعليم فقط بل فساد الصحة وفساد العلم. كيف يحل أن مشكل أكثر من 13 عام أنا أعاني في صمت؟ إذن ففساد الدولة يتجلى في شخصي، فساد العدل، فساد الصحة، ونزيد عليه فساد التعليم. فصوتي وأصرخ بشدة أعيد إلى الأستاذ كرامته كي يعود إلى الأقسام، فأولادنا أيضا يعانون، ليست فقط الأسر المغربية، حتى أنا بنتي ولو في المدرسة الخصوصية راه ما تتفرج لا مواد علمية ولا مواد أدبية ولا مواد أدبية. لولا دور في الصحية أقسم بجلال الله إلا بنتي نزة المدرسة العمومية اللي قريت فيها أنا طرفها اللميع ولاد الشعب، طرفتها الوزارة اللي مخرجين الزنقة اليوم. كفانا. أعيد للأستاذ حقوقه من وأنا أقسم بجد لو أن هذا الأستاذ رجعت لي حقوق ديالو من غدا غادي يرجع للقاسم، من غدا غادي يرجع. كنا درسونا على أن الأستاذ هو سيد قسمه، وكذلك القسم مملكة الأستاذ، مملكة الأستاذ. فالأستاذ ممكن هو مربي قبل أن يكون أستاذا، ونريد أجيالا تدعم بالتربية والأخلاق والغنبلة من تحت. هذاك التلميذ راه باش غيكون هو شاب الغد وشاب الشعر ضعناه كباب بالأمة الأمام. الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. خليو راه راه تلقى مسكين الأستاذ مرض نفسانيا، حيدتو منه. ردوا للناس الحقوق ديالها، وخليو الأساتذة ترجع للأقسام ديالها، وخليو الشوارع تنقص راه التلميذ ترجع للأقسام ديالها. أقول قولي هذا وأصحبه، شكرا لكم جزيلا.